لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. نبدأ. أوكي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. الأخوة الأعزاء، أهلا بكم في المحاضرة الثانية من كورس الترجمة من البداية للاحتراف. ابتدينا الوضع أو المحاضرة اللي فاتت، أخذنا تركيب الجملة والفرق بين الجملة العربية والجملة الإنجليزية، وأخذنا تركيب الجملة العربية وأخذنا تركيب الجملة الإنجليزية، ووصلنا لغاية الصفر أو النعت. النهاردة إن شاء الله هنكمل محاضرتنا عن الصفة أو النعت اللي هي الـ adjective في اللغة الإنجليزية. في ملحوظات كده بخصوص adjectives، الصفات في اللغة الإنجليزية وتركيبها في الجملة وتبقى إزاي في الجملة. أول حاجة عايز أقولها إن في فرق بين الصفة في العربية والصفة في الإنجليزية في الموقع في الجملة. الصفة أو الـ adjective في اللغة العربية بتيجي بعد الموصوف أو بعد الاسم، بعد الموصوف أو بعد الاسم. أما في اللغة الإنجليزية العكس بقى، بتيجي الصفة وبعد كده الموصوف، الصفة والاسم اللي بتوصف. تمام. يبقى النهاردة أول حاجة نشوف محاضرتنا النهاردة عن الـ adjectives، الصفات. حضرتنا ان شاء الله عن ايه الصفات. اوكي، يبقى الصفة في الانجليزية بتيجي قبل الاسم اللي بتوصفه او الاسم اللي احنا عايزين نوصفه. نشوف مثال كده ونعمل مقارنة بين العربي والانجليزي. المحاضرة دي حضرتك تعليم ترجمة من الإنجليزية للعربية ومن العربية للإنجليزية. ترجمة إنجليزي عربي، عربي إنجليزي. لا مفيش فرنسي. بس. أوكي. نشوف جملة كده، لما أقول مثلا منى is a beautiful girl. اوكي، منى is a beautiful girl. نشوف كده الجملة هنا، طبعا انا عارف ان الجملة في اللغة الانجليزية بتبدأ بفعل، يبقى منى is a beautiful girl. a beautiful للصفة، girl ماشي. دي ترجمتها بقى، منى فتاة جميلة. بالظبط كده، منى فتاة جميلة، هذه الصفة جت الأول وبعد كده جه الاسم اللي بتوصفه. تمام، الصفة بتيجي قبل الموصوف. تمام. طيب this is a stormy day. قمنا كمان this is
استوعبي دي هذا يوم عاصف بالضبط كده. This is a stormy day. A stormy day. يوم عاصف. فلما باجي اترجم في العربي ببدأ بالاسم وبعد كده الصفة. يوم عاصف لكن بقى في الانجليش stormy day. Stormy day. أجيب الصفة الأول وبعد كده إيه الاسم. تمام. مكان الصفة بقى هنا الصفة بتيجي قبل إيه الاسم، وممكن الصفة تيجي من غير ما يكون بعدها إيه اسم، زي مثلا إيه زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت لما قلنا مثلا آدم is tall. تمام. آدم is tall. آدم طويل. يبقى الصفة بتيجي قبل الاسم وممكن تيجي بعد الفيرب to be. آدم طويل. آدم طويل. كده عرفنا مكان الصفة، بتيجي قبل الاسم اللي بتوصفه زي beautiful girl stormy day، وبتيجي بعد verb to be. Adam is tall. Adam is tall. Adam طويل. تاني حاجة ممكن الصفة ديت أقويها، يعني إيه؟ يعني مثلا أجيب قبلها ظرف، أجيب قبلها ظرف يقويها. ماشي. زي الظرف very اللي هو جدا، يعني مثلا بقول في الجملة اللي فاتت ديت لما أقول آدم is tall أقول آدم is very tall. very tall. very tall. ده من خصائص الصفة. آدم طويل جدا اللي ممكن يجي قبلها ظرف، والظرف ده بيوصف ايه الصفة او بيقوي من الصفة. آدم طويل جدا. اوكي. لما اقول مثال كمان، لما اقول مثلا ماونت ايفرست، ماونت ايفرست جبل ايفرست is بالظبط. الصفة بتيجي بعد الظرف لو كان الظرف موجود، بجيب ظرف بعد كده صفة. is extremely high. لا مش هاي بقى، ده extremely high. نترجمها ازاي بقى؟ اقول ايه؟ جبل ايفرست عالي للغاية، extremely للغاية. للغاية بقى مش جدا، ده للغاية. عالي للغاية او مرتفع للغاية. تمام؟ ماونت ايفرست قمة أو جبل، قمة ايفرست أو جبل ايفرست is extremely high مرتفع للغاية أو عالي للغاية. يبقى ايه لما أقوي الصفة بجيب قبلها ظرف، يبقى الصفة من خصائصها إنها ايه بيجي قبلها ظرف يقوي منها، يحدد ايه درجة القوة أو الضعف. ممكن ايه يكون ظرف ايه بيقوي، وممكن يكون ظرف بيضعف من قوة الصفة. زي ايه مثلا؟ اقول مثلا ايه سوا از
quite clever, quite clever. Salwa is quite clever. ماهرة؟ سلوى ماهرة إلى حد ما، يعني شوية، إلى حد ما، ماهرة إلى حد ما، تمام؟ يبقى الظرف بقى قبل الصفة بيحدد درجة القوة أو الضعف للصفة ديت. very tall طويل جدا، مش طول بس، لأ ده very tall. آدم طويل جدا. Mount Everest is extremely high. جبل إيفرست مرتفع للغاية أو عالي للغاية. ممكن الصفة بقى إيه تقلل من الظرف، يقلل من إيه قوة الصفة، زي مثلا إيه سلوى is quite clever. سلوى is quite clever. سلوى إيه ماهرة إلى حد ما، تمام. في بقى حاجة تانية في خصائص الصفة. الصفة ما تتجمعش. الصفة ايه؟ ما تتجمعش. يعني ايه؟ يعني الصفة دايما بتكون مفرد، مينفعش اجمعها. الصفة ايه؟ لا تجمع. ماشي. اللي ايه اللي بيتجمع بقى؟ الاسم اللي بعدها. اسم ايه اللي بعدها، تمام. زي مثلا لما نقول he is a clever boy. هو ولد ماهر. طيب انه ماهر او انه ولد ماهر. عايز اجمع بقى، عايز اقول هم، اقول بقى they are clever boys. they are clever boys. بصوا هنا بقى، he is a clever boy. clever boy ولد ماهر. في حذفت ال a، لان ال a دي بتيجي مع المفرد يا استاذ عبد الرحمن. a ديت مع المفرد، تمام. ايه للمفرد، هي is a clever، هو ولد، ولد واحد، ولد ماهر. هنا بقى جمع، ما ينفعش اجيب ايه لان ايه مع المفرد بس. ايه بقى؟ قلت clever boy مفرد، ولد ماهر. طب عايز اقول ايه؟ عايز اقول مثلا اولاد مهرة، clever boys. clever boys يبقى في الجمع مجمعش الصفة، بجمع الاسم ماشي اللي بعد الصفة. أو ممكن أقول they are clever، إنهم إيه ماهرون. دي في أدوات النكرة والمعرفة، إن شاء الله هناخد أدوات النكرة والمعرفة في الجرامر. برضو الصفة مفيش حاجة اسمها صفة مذكرة وصفة مؤنثة. الصفة بتنفع للمذكر والمؤنث، تمام. زي مثلا بقول ايه clever boy clever girl. clever boy clever girl، تمام. ولد ماهر، بنت ماهرة. clever boy clever girl. بقول برضو ايه clever girl. اوكي clever boy clever girl، تمام. دي تالت حاجة أو رابع حاجة فين؟ في الصفة. الصفة متتغيرش سواء كان الموصوف مذكر أو مؤنث، مفرد أو جمع، تمام. برضه في ملاحظة كمان بالنسبة للظرف، بالنسبة للظرف اللي بيجي قبل الصفة برضه ما بيتغيرش، بيبقى زي ما هو سواء مفرد أو جمع مذكر أو مؤنث.
ممكن الصفة تكون كلمتين لاسم موصوف واحد، ممكن يكون فيه صفتين ماشي لاسم موصوف واحد، يعني حاجة واحدة نوصفها بصفتين. تمام، بعمل ايه؟ مبستخدمش اي اداة اضافة، مبستخدمش اي conjunction اي رابط للاضافة. يعني مثلا عايز اوصف جنينة مثلا او منتزه بانه مثلا ايه واسع واخضر، اداة ربط. مستخدمش رابط اللي هو and اللي هو و، مقولش ايه مثلا وايد اند جرين بارك، لا بقول وايد جرين بارك هيوش جرين جاردن. بالظبط كده صح. بقول ايه، عايز اقول انا عندي بقى I have a wide green garden أو park garden. تمام، I have a wide green garden a wide green garden. لما باجي استخدم صفتين بستخدم الصفتين ورا بعض. انا عندي جنينة واسعة وخضراء، واسعة وخضراء. امتلك حديقة واسعة وخضراء. ممكن في حاجة تانية غريبة، ممكن الاسم ده في اللغة الانجليزية بيكون اسم بس انا في العربية بترجمه لصفة، بيكون صفة يعني هو اسم في الانجليش. تمام، بس في اللغة العربية بترجمه ايه لصفة. زي ايه مثلا؟ لما اقول مثلا ايه a stone wall، a stone wall ماشي a stone wall. نلاحظ هنا ان كلمة stone معناها حجر. تمام، بترجمها بقى حائط صخري. بالظبط كده، ما اقولش ايه حيطة حجر، لا لا، هنا بقى ترجمها ايه حائط صخري. حائط ايه صخري، ده هنا الاسم، هنا اسم في الانجليش، نعم في الانجليش. تمام، نعم بلس نعم في الانجليش. هنا بقى بترجم الاسم الاول اللي جاي قبل الاسم ايه التاني، بترجمه لصفة بما حائط صخري. حائط ايه صخري. هشوف مثال تاني كده، لما اقول مثلا it is a two day voyage، it is a two day voyage، it is a two day voyage. كلمة voyage معناها رحلة بحرية. It is a two day voyage. نلاحظ حاجة هنا، ان كلمة day قبلها two، وكلمة day مادام قبلها عدد يبقى لازم هنا تتجمع، المفروض كانت تبقى two days. لا، هنا بقى مش اسم، هنا بعتبر كلمة day ديت ايوه رحلة لمدة يومين، رحلة بحرية لمدة يومين. بالظبط كده استاذ الاحاد، بالظبط كده. يبقى هنا وصفت ايه، الوصف كان للرحلة يومين، رحلة بحرية لمدة يومين. تمام، يبقى two day voyage، two day voyage. زي ما قلنا ايه we will take 5 minutes rest، 5 دقايق استراحة لمدة 5 دقايق. يبقى today voyage رحلة ليومين، وصفنا ايه الرحلة دي ليومين، today رحلة بحرية لمدة يومين. زي ما بقول برضو مثال كمان، زي ما بقول مثلا
It is a 3-hour drive by car. It is a 3-hour drive by car. تمام؟ دي معناها ايه؟ It is a 3-hour drive by car. ديت معناها ايه؟ انها مسيرة 3 ساعات بالسيارة. مسيرة 3 ساعات بالسيارة. تمام؟ درايف هنا وصفتها كلمة 3 hour. 3 hour وكلمة hour مش جامعة هنا، مفرد. مسيرة 3 ساعات بالسيارة أو قيادة لمدة 3 ساعات بالسيارة. إيه بالظبط طيب؟ المثالين الأخرانيين أعيد إيه طيب؟ النقطة الأخيرة هون؟ أوكي ماشي. هو بيترجم لصفة مش بيتحول لصفة. يعني هنا ما ينفعش اقول مثلا ستون وول. ستون يعني حجر، وول يعني ايه؟ حيطه. انا ينفع اقول حيطه حجر او حائط حجر؟ لا، بقول ايه؟ ما ينفعش في اللغه العربيه اقولها كده. اسمها في اللغه العربيه حائط صخري. حائط صخري، تمام. في الانجليزيه عادي بتبقى كده ستون وول، اسم مركب. في اللغه العربيه بقى في فرق، مفيش حاجة اسمها حائط حجر، بقول ايه؟ حائط صخري. تمام أستاذ علي؟ هنا بقى التانية. It is a two day voyage. هنا a two day ديت تعتبر صفة ماشي للرحلة، لفويج. الرحلة ديت موصفها بيومين. Two day voyage، رحلة لمدة يومين. It is a two day voyage. تمام؟ هذه day to day voyage. دي to day بتعتبر هنا ايه؟ تعتبر صفة. ما اتجمعتش ايه؟ كلمة day. Today رحلة بحرية لمدة يومين. It is a three hour drive. 3 hour drive. تمام؟ مسيرة بالسيارة لمدة 3 ساعات. هنا معناها مسيرة أو قيادة، لأنها صفة وإن الصفة لا تجمع. ما جمعناهاش هنا، ما جمعناش كلمة day و hour، لأن هنا تعتبر موقعها صفة أو تعتبر إيه؟ صفة في اللغة الإنجليزية. نعتبرها صفة فين في اللغة الإنجليزية؟ والصفة لا تجمع. كلمة day صفة هنا، صفة للفويج، الرحلة. لأيام، كم يوم؟ تو داي. كده بقى 3 hours هتبقى خطأ لغوي. لو قلت 3 hours أو 2 days، لأن أنا هنا قال إيه؟ A 2-day voyage. طيب يعني لمدة 3 ساعات قيادة سيارتي، هي تمشي في اللغة العربية كده؟ كلمة درايف هنا مش فعل، هنا اسم. درايف يعني مسيرة. درايف يعني ايه؟ مسيرة. الكلمة في اللغة الإنجليزية بيبقى لها كذا معنى، بيبقى لها أكتر من معنى. تمام؟ يبقى it is a 3 hour drive by car. بعملها كاسم مركب. اوكي كده؟ يبقى نشوف المثالين دول الاسم ايه كان مفرد ومش جمع، لانه يعتبر صفة، وكلمة اور مفرد مش جمع. تمام؟ وقلت لما يكون فيه اوصف حاجة بالصفتين بجيب الصفتين قبل الاسم. مثلا عايز اقول انا عندي عربية كبيرة وحمراء، يبقى I have a big red car. في أي مشكلة هنا؟ أجمعها إمتى بقى؟ لما أكون بتكلم عن مدة. لما أكون إيه؟ بتكلم عن مدة.
for 3 hours لمدة 3 ساعات هنا. I have worked for 3 hours مثلا، اشتغلت لمدة 3 ساعات، المدة الزمنية. تمام، ما وصفش هنا حاجة بقى. النهاردة إن شاء الله هناخد إيه الصفة وخصائصها، لأن الصفة كبيرة في الإنجليش وليها إيه، في ليها إصابات كتيرة جدا في الإنجليزية. لا، لما أجي أتكلم بقى عن، لما أوصف حاجة قلت إيه، ما استخدمش أداة عطف، ما استخدمش اللي هي and. هنا قلت إيه، I have a wide green garden، ما قلتش I have a wide and green garden. صفة، لا ما بستخدمش and، لو هستخدم أكتر من صفة. تمام أستاذة كوثر. تتابع الصفات دي بقى إيه، من غير عطف. طيب، لو مثلا لو الصفة ممكن يجي قبلها ذا. الصفة لا، هي طويلة شوية، مش بس مش صعبة. ممكن استخدم ذا قبل الصفة، ممكن استخدم ذا قبل الصفة. وفي الحالة دي بقى الصفة هتتحول لاسم جمع في الإنجليزي. يعني مثلا لما أقول مثلا rich people، rich people، rich people should، rich people should help poor people، rich people should help poor people. تمام، يجب على الأغنياء أن يساعدوا الفقراء، أو الأغنياء عليهم مساعدة الفقراء. بالظبط كده، لو هترجمها هترجم بكذا شكل. المهم بقى يكون السياق يجب على الأغنياء مساعدة الفقراء، صح برضه؟ يجب على الأغنياء، بالظبط. المهم يكون السياق في اللغة العربية، السياق يكون في اللغة العربية يكون ايه، ماشي. اهم حاجة السياق تمشي في اللغة العربية كذا. طب مش ماشي في اللغة العربية، احنا بنقولها ازاي في اللغة العربية؟ بنقولها بالشكل ده. لا بس انا بقول يجب على الاغنياء، انا ببدأ الجملة بالفعل زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت. على حسب، انا ممكن هيلب ليه، ممكن اترجمها مساعدة على، او يجب عليهم ان يساعدوا. ما احنا عندنا ان يساعد ده هنا بقت اسم، اللي هو اسمه في اللغة العربية المصدر المؤول. انا بجيب ايه، ان والفعل في المضارع. ما احنا انا جاي دلوقتي هستخدم ذا، هستخدم ذا ماشي. انا هنا بقول rich people، rich people، ممكن اشيل كلمة rich واستخدم ذا، تبقى ايه، the rich، الاغنياء. the rich should help the poor. يجب على الاغنياء ان يساعدوا الفقراء. هنا بقى ذا حولت لي الصفة، ذا لما جت قبل الصفة اتحولت لاسم جمع. هنا بقول ايه، الناس الاغنياء، وصفت الناس بانهم ايه، اغنياء. يبقى ريتش هنا صفة، بيبل الموصوف، بور صفة، بيبل الموصوف، بقت ايه، جينا بقى ذا ريتش لما اتحولت لاسم جمع، بقت اسم جمع ذا ريتش بلورال. بالظبط كده، تمام. لما اقول مثلا ايه، هتبقى ذا ريتش ماشي، هتبقى الاغنياء. لما اقول مثلا ال بيبل المرضى، ال بيبل
went went to the hospital. بس المرضى ذهبوا إلى المستشفى. بالظبط كده. الناس المرضى ذهبوا إلى المستشفى. تمام؟ هنا ال people ال صفة people موصوف. طيب أنا لو عايز أستخدم ذا هتبقى إيه؟ the ال. ماشي؟ went to hospital. بقيت ايه المرضى ذهبوا في كل ايه الصفات كل الصفات لا مش بقى احيانا في الغالبية العظمى في صفات ما بينفعش تحط لها ذا. نشوف مثال كمان مثلا ايه ambulances ambulances سيارات الإسعاف بالضبط took took injured people to hospital سيارات الإسعاف أخذت الناس الجرحى أو المصابين إلى المستشفى. لما أجي بقى بتبقى ايه the injured بالظبط كده ambulances took the injured to hospital بتبقى ambulances took the injured to hospital. يبقى انا ايه شلت كلمة people بقت اسم جمع المصابين. مين هم بقى المصابين؟ اللي هم الناس المصابين يعني. لا ما ينفعش اقول the injured people. هي injured people او the injured المصابين. هتبقى زيادة بس في الجملة. هتبقى حاجة زيادة. هي the injured خلاص حولت الصفة لاسم جمع. تمام؟ هنا حددت بالظبط المصابين. ان هم الناس المصابين. فبتتحول ليه اسم جمع ده ايه اول حاجة في الصفة اول حاجة ايه في الصفة في اي اسئلة في اي اسئلة بتخص الصفة هنا عشان ادخل على الجزء التاني برضو من الصفة تيجي مع المفرد والجمع ما انا ممكن اقول ايه injured man رب المصاب it is 3 hour drive by car إنها مسيرة 3 ساعات بالسيارة مسيرة 3 ساعات بالسيارة. نيجي بقى للصفة تاني الصفة اتفضلوا حضرتك ايه الصفات اللي ما تدخلش عليها ده؟ طب ده كتير انا ما ينفعش اقول ايه مثلا ذا تول ما ينفعش اقول ايه ذا تول ان شاء الله بس ده كتير قوي هي بتيجي على فكره في الممارسه في الترجمه بتبقى في المعنى اوكي ماشي بناء على ايه وبعد كده ذا سؤال تاني اتفضل طب ترجمي بقى حضرتك ذا تول انا بقول على طول تول من الطوال تمام ذا تول بوي ذا تول بوي او ذا تول مان تمام على حسب المعنى بقى على حسب المعنى الافعال اللي ما بيدخلش عليها ذا هو الفعل ما بياخدش ذا اصلا
الفعل ذاريت للاسم، ذاريت قبل الاسم، وبتيجي قبل الصفة تحولها لاسم جمع. تمام؟ لما لو قلت الصفات انا هدور على الصفات، وهناخد صفات بقى ايه، هندرس بقى حاجات اثناء ترجمة عملي، هشرحها اثناء ترجمة عملي. تمام؟ يعني في المعنى ما بتدينيش المعنى، ما بتدينيش ايه المعنى، ما تدخلش عليا اللي ما بتدينيش ايه المعنى. اوكي. ذا بتبقى في الاسم، ما بتجيش مع الفعل اصلا، هي بتيجي مع ذا بتحولها لاسم جمع. ماشي. نيجي بقى لنوع تاني من الصفة او حاجة تانية تتميز بيها الصفة. هل الصفة ممكن تدخل في شكل مقارنة؟ مقارنة بين اتنين. تمام. وانا عندي نوعين من الصفات، صفات بتكون طويلة وصفات بتكون قصيرة. يعني ايه صفات طويلة؟ الصفات الطويلة اللي هي اكتر من 5 حروف، يبقى اكتر من 5 حروف تبقى صفة طويلة. صفة قصيرة بتبقى من 5 حروف فأقل. تمام. طب اعمل ايه في الصفة الطويلة بقى؟ ناخد القصيرة الاول. صفة قصيرة بستخدم في الصفة AR بعد كده than. بضيف AR للصفة بعد كده than. يعني انا عندي tall، tall هنا دي صفة، صفة اهي، عايز بقى ادخل لها او الاطول من، تبقى taller than، taller than. يبقى الصفة هنا تدخل ايه؟ احمد is taller than هبة، ممتاز استاذة هبة. هاخد المثال زي مثلا اهو، احمد is taller than هبة، يبقى AR للصفة. وبعد كده بستخدم ايه؟ than. احمد is taller than هبة، احمد اطول من هبة. الـ EST لسه ده في التفضيل، لسه هشرحه دلوقتي. انا لسه في مقارنة بين اتنين، لما اقارن بين اتنين في صفة معينة، يبقى من خصائص الصفة ان هي بتدخل في ايه؟ في مقارنة. قارنت بين احمد وهبة في صفة الطول، طول. ماشي. فلما اقول فلان ده اطول من فلان او اكبر من فلان، بستخدم ايه؟ الشخص is، والصفة بقى بحط لها AR وthan. احمد is taller than هنا. تمام. عندي فعل زي مثلا clever، صفة زي clever، صفة زي clever، هذا المقارنة من شيئين، بحط في اخر الصفة AR وthan. ان شاء الله هناخده ايه الكلام ده في القواعد كورس الجرامر. عايز ادخل بقى ايه مقارنة بين اتنين، تبقى cleverer than، cleverer than اي مقارنة بين شيئين او اتنين، اي اتنين، انسان حيوان جماد، المهم المقارنة بتكون بين اتنين. اتفضل حضرتك. افعال قصيرة، احنا محاضرتنا النهارده مش عشان، لا مش على الافعال، مش الافعال بل الصفات. بالظبط كده استاذه هبه. عمرو از كليفر ارزان. احمد عمرو ايه؟ اكثر مهاره من احمد. اتفضل استاذ احمد. لا احنا بنقولها اكتر من 5 حروف، المهم تكون ايه، بتبقى مقاطعة. يعني انا كليفر ماشي 6 حروف بس بتتنطق ايه؟ كليفر مقطع واحد، ما بقسمهاش. خلاف بقى صفة زي كلمة او زي صفة بيوتي فول، مش
شفت بقى قسمتها، قسم كده كليفر زي ما انا قسمت بيوتيفول. ما ينفعش اقول كلي فا، لا هي كليفر، كليفر تمام، كليفر. زي اكس بين سيف اهو، قسمتها حسب ايه المقاطع. تمام استاذ احمد، اهم حاجه بقى ايه المقاطع. انا قلت ممكن اكتر من 5 حروف عادي، ما في صفات 6 حروف وتبقى مقطع واحد كليفر. لكن ايه ان تيلي جانت، شفت بقى ايه ان تيلي جانت 3 مقاطع، يبقى دي صفة ايه طويلة. اوكي هنا بقى قلت ايه، ام از كليفر ذان احمد، عمرو اطول من احمد. اوكي ده بالنسبة للصفة ايه القصيرة بالظبط. الصفة الحاجة الطويلة بتتقطع عشان تتحفظ. مقاطع، ام از كليفر ذان احمد، امر امهر من احمد، بي شانت، بي شانت يبقى كم مقطع، بي شانت مقطعين بالظبط كده. نيجي بقى لما بقى هدخل الصفة في تفضيل، لما ادخل الصفة في تفضيل وانا ناخد بقى الصفات الطويلة بقى الاول، نخلص بقى الصفات في مقارنة بين اتنين. لما بدخل صفة طويلة مقارن بينها وبين اتنين، بقارن الصفة ديت باتنين، اقارن اتنين في الصفة ديت تمام، بعمل ايه بقى؟ صفة طويلة ما ينفعش احط لها ايه ER، لكن بعمل ايه، بستخدم more والصفة وthan بالظبط كده، more صفة than. يعني مثلا expensive تبقى ايه، more expensive than، more expensive than أغلى من أو أكثر ثمنا من. أقول مثلا إيه، كارز سيارات more expensive than bicycles مثلا، bicycles سيارات أغلى من الدراجات أو أغلى ثمن من الدراجات. تمام يبقى لما تكون صفة طويلة عندي عايز أقارن بقى، بحطها بـ more than، more than تمام. more صفة وذات، أي صفة طويلة تمام كده. this phone is more، فين بقى الفعل، this phone is more، لازم يبقى ايه في فعل هنا، مفيش جملة في الانجليش من غير فعل. انا هعمل الجملة دي وهنصححها مع بعضينا. هنا بقى this phone اللي ناقص الفعل is، this one is more expensive than this تمام، يبقى ما ننساش ايه الفعل كده. اوكي الصفة الطويلة مقارنة، cheap one syllable، cheap ما بقطعش فيها، cheap نيجي بقى لإيه المقارنة، واحد أو حاجة واحدة بأكتر من حاجة،
بالنسبة للصفة، ممكن الصفة أقارن واحد بأكتر من واحد، أكتر من اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. أقارن واحد مثلا بمجموعة، أو أقارن حاجة بمجموعة، اللي هو اسمه إيه؟ سوبرلاتيف، التفضيل، صيغة التفضيل. في اللغة العربية بنسميها أفعل، صيغة أفعل تفضيل. اللي هي مثلا أحمد الأطول، تمام؟ أفعل تفضيل، أحمد الأطول في الفصل مثلا، يبقى أحمد is the tallest in the class. يبقى أنا قارنت أحمد بالفصل كله، تمام بالظبط كده، أحمد is the tallest one، تمام؟ أحمد is the tallest one أو is the tallest in the class. ما شاء الله علينا، لا عارفين. آدم is the tallest in the class. هنا آدم، قارنت آدم بالفصل كله، يبقى أنا قارنت واحد بمجموعة، تمام؟ آدم هو إيه؟ الأطول في الفصل. آدم الأطول في الفصل. أما بقى لو كانت صفة طويلة، أعمل إيه؟ أحط قبلها كلمة the most، the most. بقت إيه؟ expensive، عايز بقى أعملها إيه؟ في صيغة تفضيل، أوكي؟ الصوت واضح ولا فصل؟ واضح؟ واضح، تمام. عايز بقى صفة طويلة، عايز أدخلها بقى في التفضيل، تبقى إيه؟ the most. والصفة the most expensive، the most expensive. لو عايز أقول أقل بقى the least expensive، least expensive. إيه اللي بتدخل على ده علشان بت إيه؟ متدخلش على أسماء مش فاهم السؤال أستاذة مروة. اوكي ماشي، عايز اقول مثال هنا بقى، اقول مثلا ايه، diamond is the most expensive. بالظبط استاذ محمد، diamond is the most expensive. الالماس الاغلى ثمنا، او اغلى المعادن ايه، ثمنا، تمام. مثلا اقول ايه، سيلفر، سيلفر يعني ايه، الفضة، الفضة بالظبط، سيلفر. يبقى سيلفر is the least expensive، الفضة أقل إيه؟ ثمنا، يبقى إيه؟ اتفضل حضرتك، اتفضل يا أستاذة منى. ليس دي في المقارنة يا أستاذة آيات، ليس، ليس اكسبنسيف زاد، بتبقى أقل ثمنا من، حرف الآر فين؟ سيلفر، لأ في النطق، الإي آر، الإي آر. الاي ار في الاي ار في اللغه الانجليزيه في الاخر، في الصوت عندنا في اللغه الانجليزيه اسمه شوا، بقول سيلفر بلاير، سيلفر بلاير، بتنطق كده مور مور، تمام.
ده بالنسبة إيه للمقارنة والتفضيل، تمام؟ في أي مشكلة بقى في التفضيل؟ نيجي بقى، طيب هل كل الصفات، هل كل الصفات بنعمل معاها كده؟ يعني بنقارن، بنضيف اي ار وزان، وبنضيف مور وزان، وذا موست وذا ليست؟ لا طبعا، في صفات بقى شواذ، بالظبط كده، في بقى شواذ. شوف بقى ايه الشواذ اللي في الصفات. اول حاجة هناخدها بالظبط استاذ ايات، جود. جود ما ينفعش اضيف لها اي ار وزان. جود في المقارنة بتبقى بيتر، بيتر زان، بيتر زان، بيتر زان، دي معناها افضل من. بالظبط استاذنا العزيز، بقى دخلها بقى في التفضيل بتبقى ايه؟ ذا بيست، الافضل بقى، بيتر زان افضل من، مقارن بين اتنين، ذا بيست الافضل. عايز اقول ايه؟ فلان ده افضل من فلان، او الحاجة ديت افضل من الحاجة ديت. قول مثلا ايه؟ كمبيوتر، كمبيوتر is better than، better than الموبايل فون. بس ده موبايل فون، الصوت كده تمام اشتغل. هنا بقول ايه؟ الكمبيوتر افضل من الموبايل، الكمبيوتر is better than the mobile phone. طيب عايز اقول الافضل بقى، يبقى ايه؟ الكمبيوتر is the best، الكمبيوتر هو ايه؟ الافضل، يعني افضل جهاز. في صفة كمان، في بقى bad، bad، bad هتبقى ايه؟ worse، worse than، worse than. طب لو عايز اقول بقى الأسوأ تبقى the worst، the worst، تمام، the worst، تمام كده، the worst. لا انا بس عشان الصفة ايه صعبة شوية وطويلة، وبت يعني بتحصل مشاكل في ترجمة الصفات، بتسبب لي كده، بتوقفني وانا بترجمها، الصفات بتوقفني وانا ايه بترجمها، تمام. طيب عايز اقول مثال هنا، مثال worse than، اسوأ من، نقول مثال كده، أو مثلا pollution is، pollution التلوث is worse than overpopulation، التلوث أسوأ من ازدحام السكان، أو التكدس السكاني، تمام. عايز اقول بقى ان مشكلة التلوث الاسوأ، او اسوأ حاجة، يبقى pollution is the worst، the worst، التلوث هو ايه؟ الاسوأ، تمام كده. نيجي بقى لمين؟ far، far يعني ايه؟ بعيد، تمام.
بعيد بتبقى فرد زين فرد زين كلمة over population over population over population okay over population يبقى فا بتبقى فرد زين تبقى ايه بقى هنا ده farthest the farthest أو مثلا إيه أسوان is farther than كايرو أسوان أبعد من القاهرة بالظبط كده أجي بقى أقول أسوان هي الأبعد تبقى أسوان is the farthest farthest أسوان هي إيه؟ الأبعد أسوان هي الأبعد تمام؟ يبقى إيه؟ ديت المقارنة في الصفات بالنسبة للصفات الشاذة. طيب ممكن بحذف زين ممكن بحذف زين تمام إذا حذفنا المفضل يعني ما قلناش حاجة إيه مقارنش بين اتنين بس عايز اقول الحاجة دي افضل انا عايز حاجة افضل ما ندخلهاش في مقارنة بس ايه بقول افضل مقارنش بين حاجتين بس بقول انا عايز حاجة افضل بتكون حاجة واحدة وتكون افضل تمام بتبقى ازاي بقى زي مثلا ايه he wants شوف مثال كده he wants a better job I want the best phone بالظبط كده أريد وظيفة أفضل أو أريد عمل إيه أفضل هنا ما قارنتش بس قلت إيه better تمام He wants a better phone صفة عادية تكون صفة عادية بس فيها طابع المقارنة بتكون قوية تمام كده طيب نيجي بقى لما الصفتين يكونوا متساويين لما يكونوا الصفتين متساويين لما يكون في تساوي بين الصفات بستخدم as as بالظبط كده as والصفة و as بقول the better job at all بقول at all في الاخر تمام يبقى لما يكون الاثنين متساويين بستخدم as والصفة و as زي طول مثلا عايز اقول نفس الطول يبقى as طول as او مثلا ايه هذا تساوي الصفات لما يكون الصفات متساويين التساوي في حالة ايه التساوي امال ايه حضرتك هنا مقارنة بس بتكون مقارنة من جهة واحدة ما جيبش ايه الشخص التاني او الشيء التاني اللي بقارن بيه بقول ايه he wants a better job عايز وظيفة افضل او احسن يعني هو كان هو في وظيفة ماشي هو عايز واحدة افضل مقارنة باللي هي اللي هو فيها بس هو ما ذكرش الوظيفة اللي هو ايه فيها هو في مقارنة بين الوظيفة اللي هو فيها ماشي والوظيفة اللي عايزها فهو عايز وظيفة أفضل أفضل من إيه؟ ما ذكرش هو هو قصده أفضل من اللي هو فيها حاليا أوكي كده؟ عرفنا يعني إيه ما نجيبش حاجة إيه اللي بقارن بيها نيجي بقى لتساوي الصفات تساوي الصفات لما أجي بقى أقول الشخصين دول نفس الطول يبقى مثلا أقول إيه؟ آدم إز
as told as مثلا ايه رنا آدم في نفس طول رنا آدم في نفس طول رنا ده هنا ايه الصفتين متساويين تمام كده بكده هكون انا خلصت ايه الصفات تمام واكون خلصت محاضرتنا النهارده تمام نيجي بقى ليه الاسئله في اي اسئله في حد عنده سؤال في اللي اخدناه النهارده هي محاضرات الترجمه بتبقى يوم الخميس الساعه 11 محاضرة الترجمة بتبقى يوم الخميس الساعة 11 قصص إنجليزية للقراءة ده هو كتير لو هتدور هتلاقي على النت في دورة محادثة بتبقى يوم السبت لا أنا هقول المحاضرات تاني السبت عندنا الساعة 9 الساعة 9 محادثة يبقى السبت الساعة 9 محادثة يوم على الضريب يوم بقى الثلاث والاربع الساعة 9 برضو بتبقى جرامر قواعد تمام ويوم الخميس الساعة 11 ترجمة انا هقدم ان شاء الله محاضرات اللي هي الكونفرزيشن محاضرات السبت والثلاث والاربع اخليها الساعة 10 ان شاء الله هحاول اخليها الساعة ايه 10 تمام انا هحاول اغير ايه الميعاد الساعة 9 لسه ما حددناش انا اكلم السادة المسؤولين عليه عن مواعيد المحاضرات واخليهم يغيروا بدل من الساعة 9 هنخليها الساعة 10 او 10:30 تمام لا هي هتبقى الساعة 10 عشان ميبقاش وقت متأخر تمام اوكي في اي اسئله كمان لا ما فيش يوم الاحد والله ربنا يبارك فيك يا رب لا مش هنتاخر يعني احنا لو بدانا 10 هنخلص 11:30 مثلا هيبقى بدري محاضرات تعليم النطق انا بحاول ليه في الكونفرزيشن بضرب على النطق عشان نتعلم ترجمه بقى زي ما قلت لازم ابقى ايه على درايه باللغتين اللي بترجم ليهم يعني مثلا اللي بترجم من العربي للانجليزي ومن الانجليزي للعربي يبقى لازم اكون على درايه تامه باللغه العربيه واللغه الانجليزيه لازم اجيد ايه اللغتين كده تمام كده المقارنه ايه اوكي دي حاجات عامة بس في اللي بستخدمها في الترجمة المقارنة بقى هناخدها في الجرامر اللغة الأمريكية أنت من التعامل مع الناس هتحاول هتتعلم اللهجة بتاعتهم هم لهم لهجة غريبة الأمريكان كده بيتكلموا بيها عن نفس الشخص يعني لو واحد سافر دولة في الخليج وهو مصري في البداية كده مش هيفهم اللهجة بتاعتهم تمام بيتكلموا بسرعة فهتلاقي برضه ايه صعوبة شوية بس بعد كده هتلاقي ايه هيفهمك وانت لما تتعامل معاه هتفهم هو بيقول ايه لان البريتش ما بيستخدموش ما بيحذفوش في الكلام بيتكلموا ايه كلام يعني ستاندرد عادي تحاول تتكلم بالراحة كده وهو يفهمك تتكلم بالراحة